في تونس يتعرض حوالي 100,000 طفل ويافع لخطر التسرب المدرسي سنوياً. تتعدد العوامل المتسببة في هذه الظاهرة وتختلف تأثيراتها من طفل إلى آخر. الأطفال المهددون بالانقطاع المبكر عن الدراسة لهم ملامح عدة. في ظل غياب آلية مدرسية ملائمة وفعالة تمكن من التعرف المبكر على الأطفال المهددين بالفشل أو التسرب المدرسي ومن متابعتهم في الإبان بشكل إفرادي، فإن الآلاف من التلاميذ والتلميذات يظلون معرضين لخطر الانقطاع المبكر عن الدراسة. في هذا الإطار يهدف البرنامج النموذجي للتوقي من التسرب المدرسي إلى إتمام الحلقة المفقودة داخل المؤسسات التربوية والتي تمكن من مرافقة الأطفال المعرضين للتسرب المدرسي. يرمي هذا البرنامج إلى تطوير نموذج فعال للتوقي من الانقطاع المبكر عن الدراسة، وذلك عن طريق إحداث منظومة مرافقة مبكرة للأطفال المتمدرسين الذين يشكون من صعوبات. تعتمد هذه المنظومة على 3 آليات تساعد هؤلاء التلاميذ على تجاوز صعوباتهم. أولاً، آلية التدارك والدعم البيداغوجي. تعتمد هذه الآلية على حصص دعم وعلاج تنظم داخل المؤسسة التربوية لفائدة كل التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم، ويتلقى التلميذ هذه المساعدة البيداغوجية بصورة إفرادية أو ضمن مجموعة صغيرة من التلاميذ. ثانياً، مكتب الإصغاء ومرافقة التلميذ. يسهر على تنشيط هذا المكتب فريق متعدد الاختصاصات يتكون من أخصائي نفساني ومستشار في التوجيه المدرسي والجامعي وإطار طبي ومتدخل اجتماعي وعضو من الفريق البيداغوجي المدرسي. تتمثل مهمة هذا المكتب في الإحاطة المبكرة والمفردنة بالتلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التأقلم داخل الوسط المدرسي. ثالثاً، التعليم الاستدراكي، وهي آلية توفر مرافقة بيداغوجية إفرادية داخل المؤسسة التربوية لفائدة الأطفال الذين يعودون إلى المدرسة بعد انقطاع طويل نسبياً عن الدراسة. يهدف التعليم الاستدراكي إلى مساعدة هؤلاء الأطفال واليافعين على تدارك ما فاتهم من تعلمات. البرنامج النموذجي للثلاثة أبعاد للتوقي من التسرب المدرسي والمعروف ببرنامج M3D هو مشروع تجريبي وقعت صياغته بناءً على أكثر التجارب الوطنية والدولية نجاحاً وفعالية في مجال التوقي من الفشل والتسرب المدرسي وطرق المعالجة البيداغوجية. يهدف هذا المشروع إلى بناء مثال تربوي إدماجي يراعي خصوصيات السياق التونسي والاحتياجات الحقيقية للأطفال. يتكامل البرنامج النموذجي ذي الثلاثة أبعاد M3D مع برنامج الفرصة الثانية، إذ يمكن لهذا الأخير أن يوجه قسماً من اليافعات واليافعين المنقطعين عن الدراسة إلى المدرسة النظامية قصد إعادة إدماجهم في المنظومة التعليمية. وهكذا إثر مرحلة أولى من المرافقة البيداغوجية والنفسية بفضل الآليات التي يوفرها برنامج الفرصة الثانية، يتولى البرنامج النموذجي ذي ثلاثة أبعاد M3D استقبال هؤلاء المدمجين داخل المؤسسات التربوية وتأمين ما يحتاجونه من إحاطة بيداغوجية ونفسية وصحية، سواء عن طريق آليتي التعليم الاستدراكي والدعم البيداغوجي أو في إطار مكاتب الإصغاء ومرافقة التلميذ.